جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه طبيه ووصفه طبيه لجمالك وجمال شعرك وبشرتك مع دكتور شيري محي الدين. النهارده هنتكلم على البشره الدهنيه المعرضه للحبوب. يعني ايه معرضه للحبوب؟ يعني باستمرار بتلاقي عندها حب شباب حتى بعد ما بيخف بيقعد شويه وبيرجع تاني. عايزين نعرف روتين البشره اللي من النوع ده يبقى ايه؟ تابعوني في الحلقه وهتعرفوا الروتين بالظبط. المفروض يكون ليكي روتين ثابت تستخدميه علشان تعالجي الحبوب دي اول باول، من غير بقى ما تروحي تعملي كشف كل شويه او تضطري تاخدي تابلتس او الكلام ده. طيب هنعمل ايه في الروتين ده؟ اهم خطوه من خطواتنا ان احنا عارفين ان احنا عندنا افراز دهني عالي، فالمفروض ان انا اعمل له كنترول. هعمل له كنترول ازاي؟ بالتنظيف. يبقى اهم حاجه عندي يكون عندي غسول مناسب يعمل لي كنترول لافراز الدهون، اقلل بيه افراز الدهون شويه. التنظيف ده انا هعمله مره الصبح ومره بالليل. يعني الروتين بتاعي دايما مرة الصبح ومرة بالليل، ابدا ما تزوديش عن كده مهما كان افراز الدهون بتاعك عالي. هنستخدم ايه؟ انا جايبه لكم امثله من الغسولات اللي ممكن تستخدميها للبشره الدهنيه. حاجه زي يورياج. اليورياج منلي فيه حاجه مضاده للبكتيريا، فبالتالي بيخليكي باستمرار البكتيريا اللي بتتكون بقى عشان تكون لي اكني وحبوب كتير احنا باستمرار بنقتلها او بندمرها. فاليورياج ده من الحاجات المهمه جدا، وفي غسولات كتير زيه بس انا جايبه لك امثله. وكمان في ميزه ان هو بيطيد المسام شويه، يعني احنا عارفين ان احنا البشره الدهنيه يبقى عندها المسام واسعه، فالغسول ده بيطيد لي او بيضيق لي المسام شويه. في كمان بديل له يمكن يكون ارخص شويه وبرده متوفر، اللي هو سترونج فيل. سترونج فيل برده من الحاجات اللي فيها ماده قاتله للبكتيريا واللي بيساعد جدا على عدم ظهور الحبوب او الاكني كتير في وشك. وكمان هوريكم السينوبار. طبعا احنا عارفين السينوبار ده من زمان جدا، بينزل منه صابونه وبينزل منه الجل، بس انا بفضل انك تستخدمي الجل، وده برده في ماده بتعمل كنترول كويس قوي للدهون، فهيساعدك ان بشرتك باستمرار تنضف وبالتالي ما يتكونش عليها البكتيريا. يبقى اول خطوه في الروتين بتاعنا الصبح وبالليل ان احنا هنغسل البشره كويس جدا جدا بغسول من غسولات البشره الدهنيه اللي اديت لكم عليه امثله. تاني خطوة بعد الغسول مباشرة وبعد ما بجفف وشي، أنا هستخدم تونر بكوتون باد اللي احنا عارفين الكوتون باد بتاعت إزالة الميك اب. هستخدم تونر، أنا عندي 2 تونر ينفعوا جدا لحالات الحبوب. أول واحد وده أشهرهم معروف عند كل الناس التي تري، أو التونر اللي بيبقى فيه شجرة الشاي. ليه بستخدم التونرات دي بالتحديد؟ لأن جواها مادة قاتلة للبكتيريا، وأنا زي ما قلت لكم في كل روتيني أهم حاجة إن أنا حافظ إن ما يبقاش فيه تكاثر للبكتيريا عالي، عشان هو ده اللي بيكون الحبوب. التي تري ده من بادي شوب، وعندي كمان التونر ده فيه أحماض زي الساليسيليك، أو عارفين مادة البودر بتاع قرص الريفو نفسه بالظبط بس في صورة سائل. الحاجات دي بتنشف جدا الحبوب وبتساعدني انها ما تظهرش بسرعة. هستخدم التونر ازاي؟ انا بجيب الكوتون باد وببتدي احط التونر بتاعي وبطبطبة خفيفة على وشي، بمسح مسحة بيه وخلاص على الحبوب وغير الحبوب. ادي كده الخطوة التانية في الروتين، برضو مرة الصبح ومرة بالليل. طيب الخطوة التالتة ودي هنعملها الصبح بس، هنستخدم اي انتي بيوتيك عندك خاص بالحبوب، زي الكليندسول السوليوشن الصغير، زي الاكني مايسن، زي الجرامايسن، المراهم والكريمات بتاعه الفطريات والبكتيريا اللي هي مضاده للفطريات ومضاده للبكتيريا. هستخدمه لو انا عندي الحبوب فيها صديد، الحبوب بتعبي صديد مش ناشفه، هبتدي استخدم الانتي بيوتيك الموضعي ده مره على طول بعد التونر، وبستخدمه على الحبايه اللي عندي بس، مش بحطه على وشي كله. وده انتي بيوتيك موضعي، فبيبقى توبيكال وبيبقى جنتل، مش ان انا اخد انتي بيوتيك عمال على بطال تابلتس وكبسول والكلام ده. ده هيخليكي تحافظي على ان البشره ما يزيدش فيها الحبوب وتضطري ان انت تاخدي انتي بيوتيك سيستميك او كبسول او تابلتس او كده. الانتي بيوتيك هنحطه برده مره الصبح ومره بالليل. كده الروتين بتاعي ماشي بخطوات ثابته وانا ملتزمه بيه وبعمله باستمرار، مش هشوف الحبوب دي في وشي خالص. هاجي بالليل هزود حاجه على الروتين مش هعملها غير بالليل بس. هحط حاجه تنشف لي الحبايه اللي موجوده، سواء هي ملتهبه فيها صديد او بدات خلاص تنشف وتكون قشره. هستخدم حاجه زي الاكني فري او الاكريتين او الادابالين، الحاجات اللي فيها الايزوتريتينوين. كل كريمات الحبوب دي بتستخدم مره واحده بالليل فقط، وبرده نفس الكلام باخد كميه صغيره جدا وبحطها بس على الحبايه، لاني لو استخدمتها على البشره كلها هي بتنشفها جدا.
كده أنا تمام، عملت كنترول للحبوب من كله، حطيت حاجة مضادة للبكتيريا، نظفت الدهون كويس جدا، عملت لها كنترول بالتونر، حطيت حاجة بتنشف وجود الحبوب عشان ما تسيبليش أي أثار، سواء غمقة أو أثار فيها سكارز أو حفر أو أي حاجة من دي. الروتين ده أنت هتلتزمي بيه كويس جدا، ما تزوديش أي حاجة وما تقلليش أي حاجة، بس في الحالة دي هنلاقي إن البشرة بتاعتنا بيحصل لها جفاف شوية، لأن الغسول بيجفف، التونر بيجفف، كريم المضاد للحبوب برضو بيجفف. في الحالة دي أنا لازم أرطب بشرتي بترطيب مناسب، يعني ما ينفعش أحط ترطيب مثلا فيه زيوت كتير، ما ينفعش أحط أي حاجة مادة تقيلة أو زيتية. هستخدم إيه؟ هستخدم الكريمات اللي بتنزل خاصة بترطيب البشرة الدهنية اللي فيها أكني أو فيها سكارز، زي الاسكارفيو. أنا جبت لكم الاسكارفيو علشان الكريم ده مفعوله حلو جدا، يعني بيوازي الكريمات اللي زيه زي السكابيو والسكالفيت، الحاجات الغالية، وهو مع ذلك سعره رخيص، يعتبر ده أرخصهم، بيقعد معاكي فترة طويلة جدا. فده مثال لكريمات هتستخدميها لترطيب بشرتك، ترطيب مباشر من غير أي دهون، علشان بشرتي ما تتحولش ان يكون بقى فيها قشر وتنشف وتجف ومشقق وشكلها مش لطيف، عشان كريمات اللي بتعالج الحبوب بتنشف البشرة. كده ده روتين كامل متكامل بتعمليه يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل. لازم يبقى عندنا تيبس أو نصايح نحافظ بيها على بشرتنا من موضوع الحبوب اللي بتشغلنا وتضايقنا. أول حاجة، لو أنت بشرة من النوع اللي بيطلع لك حبوب، ممنوع تماما تستخدمي أي أدوات مش بتاعتك، بلاش فرشة ميك اب مش بتاعتي، بلاش قطنة حد تاني استخدمها، بلاش أي ماتيريالز أحطها على وشي هي حد تاني استخدمها. ويا ريت تعرفي ان الحبوب دي حالة معدية، يعني ممكن اتعديها من اي حد تاني، لو انا نمت على نفس المخدة، لو انا استخدمت نفس الفوطة، لو انا استخدمت نفس التيشو، اي حاجة من دي. فتحافظي على بشرتك ان حاجتك تكون سبيشال وبتاعتك لوحدك. تاني حاجة، التزمي بروتين، وما تقوليش انا زهقت ان ده روتين، يعني لايف ستايل، يعني تفضلي بيه على طول مش هتشوفي الحبوب دي في وشك خالص. اخر حاجة، ما تسمعيش الوصفات الطبيعية الغير مدروسة، يعني الناس اللي بتقولي احط البندكر، احط مش عارفة ايه، احط حمض ايه، احط ليمون، الكلام ده كله بلاشه، لان انتي بشرة حساسة وفيكي مشكلة اللي هي الحبوب اللي بتلقط من اي حاجة وتلتهب وتعمل مشكلة. فبلاش ابدا طالما انتي بشرة فيها حبوب تستخدمي اي حاجة غير طبية، دايما خليكي مع الوصفة الطبية، وخلي الوصفات الطبيعية للبشرات اللي هي ما فيهاش مشاكل. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وان شاء الله يا رب اكون في التوكو، وفيديو يكون جديد وحلقة جديدة عن البشرة والشعر.